المحبة هي بنت الناس شوق وحنان. إيه؟ والبنت حبت الشاعر ما حد قدها. أيام فيما مضى زمان كنا وكان أيام حب الخشوم وشدها ومدها مدها. واليوم والناس حتى السلع يأخذ عليها ضمان، ما تدخل السوق حتى فلوسك تعدها. يا سلام، فلوس بس الله يحوزك. يا سلام، عندك تعليق ولا مشاركة؟ يا سلام يا سلام، صح سالك يا ربك سليت من الموضوع اللي علمتنا به البيت. ما اتوقع انه يسمع. والله ما ظنيت اني بسرع، ما احتلت اسرع يا ابو علي. خلك على النشيد. ايه النشيد ترى ينسي. ايه نفسك. خلك كل. لا والله ما ينسي النشيد، النشيد يغنونه الشعار ويوجعنا احنا. وشلها يشلونها الركبة. شرعة صبر. لا النشيد مواسة. مهم موسى. والله هي النشيد مهم موسى، خاصة النشيد اللي يويق في الصدر. اي انا اقول النشيد اللي يويق في الصدر يغنيها شاعره ويمرض رحمنا. يواسي عمره يمرض. نعم. صبحكم الله بخير. مو بدل الحين هل تحضر السكين وانت عالم دواك بعد شوي. مو بدل الحين. بسلامتك. لا ما نبي ذا، نبي العلب. طيب كم هاي؟ ايه عطنا جرجير فيه. ايه الليمون اهم شيء. كم اجيب حبه اشياء؟ جيب طال عمرك. يا شوصان كم ناخذ لبن؟ 10 لبن. تبون سليق؟ وايش؟ تبون سليق ولا ايش تبون؟ ما ادري. خليني انا اجي من القدر ولاحظ تعلمتك. اهم شيء الشطه اني ما تصرح اللحم. لا والله ما تصرح الشطه. ما تصرح لا مع اللحم التراس. الجرجير ما في؟ لا والله جرب. ما في جرجير. بنروح بنمر محل الخضره نعين فيه. هذا اللي يقول عينك الصح. أشهد بالله. والله من المرجلة في ذا اليمن. سلام. تعرف بي. والله من المرجلة. في ذمتي. تعلم منك. جاء والله أنك واقفي في ذمتي. والله أن عصيري ما جود عنه. لكن اللي مثل محمد بن جار الله ما يرد. هذا أخونا من اليمن الشقيقة. طعي. مصلخ هنية أعرفه من سنين وني. جعله يا سلام. نبغى نروح لكن قدمنا الفنجال فلازم أننا نقعد عنده. مرحب يا أبو سعد. أنا بقوت حي أبو محمد. الله لي مرحبا. الله يبقيك ومرحبا بك. الله يحييك سابق. الله يبجيك يا أبو مرحبا وعلى البركة. الله يبارك وياك. على البركة ما سعيت فيه وانت والله تستاهل. تستاهل الطيب. عقبالك يا أبو محمد إن شاء الله. وانت سعد. إن شاء الله نبغى قريب. انت سعد والله انك تستاهل. تستاهل كل خير. الزواج قريب باذن الله. مو بعيد. اقول ان شاء الله قريب. مبروك يا ابو سعد. الله يبارك فيك. وانت متى ان شاء الله؟ انت والله انا خابر. اي والله خابر. وكان مني انا خابر كان يا ابو محمد. هذا الحكي. تقدم تزوج قريب ان شاء الله. طول نطول. هو طاولة طويلة وقريب. لو ادري عاد انا متى. قريب. لا قريب يا ابو سعد. انا بتحمس عقبك. بتحمس. طاولة حماس. لا يوديك داهية. لا تحمس. خلك يا رجال انا هون. والله ابو سعد العلوم انت خابرها كلها. والله خابرها يا ابو محمد. والله اني خابر. لكن مبروك. الله يبارك.
تستاهل تستاهل. يقول يا ابو سعد بنشيد بشيء نشيد وايد. يقول يا لجتي لجت حمامنا يا شجع يا سلام على غابتنا وبالمطر صار جندبها صلاة العصير وصوتها صلب ويفجع تلاحى ورقات النوام يتميل بها أجر المنين وحالتي حالتي موجه يراجع لطبة وشغلته تطببها عباد الله السالين في نومها هجع بين الشقاح والكراء ما ينسو جبهة تقولنها تجد على السهر متشجع عملها همومي والهواجيس راتبها إلى وجودي ليت ما باتي الرجع علشان عيني تتني شوف صاحب يا سلام يا سلام صح الله لسان صاحب جميل. عقب الزواج عبود بيعتزل النشيد؟ ايه نشيد حاضر ولا بتغني؟ هو حكي مثل ما قال حكي بدل حكي حكي لا عاد ياخذ عنا فكرة انه خطأ قصيد ممكن اسب شيء من شيء من الخاطر ولا عاد يفهمنا خطأ هذه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق الله لا إله إلا الله كفى يا بهاج كفى يا بهاج خلينا نمر سلطانة نشتريها من بقالة من هي؟ سلطانة نمر عند سلطانة نشتريها من البقالة سلطانة عند أبوها قول لها يا كيف أقول؟ يجي يكلم أبوها. كلم أبوها ليه؟ عشان نشتريها. نشتري يعني نروح نأخذها نشتريها ونردها لبيتها. إيه. ليه ما قلت أختك هنعي؟ تدري؟ ما تدري؟ إلا تدري. نسيت. نسيت هنعي. إيه. وتذكرت سلطانة. يا أبوك أنت أبحك الهوى. طيب انا هي راقده سلطان مو راقده هي ابوك مو بلازم سلطان انت تروح لحالك بالبقاله اهم شيء انت ايش عليك من الناس اهم شيء سلطان اخوك زين اخوك زين اذا كله بيحب ها لا تشرب راسك تهرج اذا كله حب ها الله واحد دق على سلطانة علي الط والله انت ردلمة وانا خالك هو انت تحبها ايه تحبها ايه اما جيلان كلهم تضغطني جيلان تضغط كم سلطانة تحبها ايه ايش قال ابشر يا ابوك دق والله انت دق واذا عي ابوها وش نسوي يا فراس نجيبها حتى لك الشيخ نسحبها يقول طلع لي سلطانه يقول لازم تروح معي البقاله ابغى سلطانه 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 اخو صغير تجي معنا البقاله نروح البقاله كل طيب يلا ايه ترى ما تروح المحرم ما تروح كل ما يحتاج محرم ما احتاج معها سعود يروح معنا سعود يروح ولا يقعد عند امه يقعد ولا يروح يقعد تعقب خلاص يروح معنا العشاء شو ولا العمى يروح معنا يروح معنا لبه يلا راح اجيب احد النقد يلا ما يحتاج ما يحتاج الا في راس يحتاج حديان لا قدره لبه الشيخ عهدك بالله لا تزعج امي ان بطنك وظهرك تفهم افهم وش فهمت تعال فهمت اني ما ازعج امك ايوه اللي هي جدتك وش اللي امك
قول جدتي. خلاص يلا. هذا ولد عمي سعود بن ناصر الدويب من الدر الجماعة، بيت مسجد قدوتنا وعلمنا. يا مرحبا ومسهلا الدويب. ارحب يا ابن عمي. ارحب ومسهلا. كيف الحال؟ طيب سلمت من النار. كيف الحال؟ ايش حالك؟ طيبين. والله انا نفخر بك يا ابن عمي وقدوتنا. ما عليك. فلوحي تعال سلم يا ابوك. وشلونك؟ الله يعافيك. شلونك؟ بشر نعم. طيب. شلون ربي؟ بس خلني اعرفهم عنك. مسجد بيت. قال الله قال محمد. وش غير؟ غيرها ما فيش. غيرها بيع. هل ان كان هريفي؟ وش ذا التصوير الاحترافي؟ ارحب يا محمد. ما عندنا مشاكل نبغى نحلها. ها؟ مشاكل نبغى نحلها. يا ولد ما فيه مشاكل. يا ولد ما فيه مشاكل. المشكلة تدري مش هني؟ ايه. قول مش هني المشكلة. البدوية اللي حمل سناب شات. اوه يحسبون توي محملها الحين. شوف شوف. ادروا اني تراسل انا وياك في 2016. 2015. شوف شوف. يا ولد 2016 ما جالك طاري انه بتجيني نجمه. 2016. كنت ابي اسبك عليها بس ما تدري ليه؟ تدري ما سبقتني ليه؟ ليه؟ شوف اللي في الباب وشني. بيروت. والذي اللي ما خلتني اسبك عليها. وشني؟ عامل بي. طيب نبي لنا مختص يا الربع. اللي منه منفعة نحتاج مختص في السناب شات. الله لا يهينكم. بيض الله وجهكم. في هدية شيء. اشرب الخير. بس هو بيحل المشكلة اللي عندنا. خمسة. ما خمسة. ما بيلعب بي 5000. اللي طلبناه. اه. بس خليه بيحل المشكلة ولا أنا ما خليت أحد اللي أسوي. 5000. ابن عمي يقدم 5000 للي بيحل المشكلة. أنزلها. نزلها. أكيد. قريب يحل المشكلة ونزلها.